حياكم الله من اللقاء التعريفي لحجاج حملة التوحيد، التفاصيل أكيد تتابعونها في هذا التقرير. هذا لقاء الحجاج أنه محتاج كل سنة نسوي معهم الحجاج، نبين لهم فضائل الحج وأعمال الحج وطريقة مسيرة الحج لحملة التوحيد بإذن الله في المشاعر المقدسة. والحمد لله يعني هذا لقى ترحاب جيد من جميع الحجاج، وإن شاء الله يكون يا رب أن يوفقنا وياهم إلى حج مبرور في هذه السنة بإذن الله. طبعا أول مرة إن شاء الله الله يكتب لنا الحج وحملة التوحيد، يعني أشهر من نار على العالم، سمعتها الطيبة هي اللي شجعتنا أن نسجل وياهم، إن شاء الله الله ييسر ويبلغنا وتيسر مناسك الحج. هل أول مرة تأدي مناسك الحج؟ هذه ثاني مرة. ثاني مرة، وشعورك يعني أنت بتروح يعني تأدي هذه المناسك العظيمة لثاني مرة؟ والله متشوق اشتياق عظيم صراحة، يعني شيء لا يوصف. وليش اخترت بالتحديد حملة التوحيد؟ سمعتهم ممتازة، يعني من أفضل الحملات، سمعة رائعة صراحة، ولو كنت بختار ما بختار غيرهم صراحة. والله الحمد لله الواحد يعني مهما أدى مناسك العمرة من قبل وزار البيت العتيق والبيت الشريف، ولكن الحج غير، يعني طعم الحج وفرحة الحج وأن الواحد رايح على نية الحج وأداء مناسك الحج أكيد شعور لا يوصف. يعني ما شاء الله واحد ينتظر هذه اللحظة من فارغ الصبر. وليش اخترت حملة التوحيد؟ والله لما سمعنا عنهم من سمعة طيبة وخبرة طويلة في هذا الموضوع، والقائمين عليها أيضا ناس مبروكين وناس ثقات، فالحمد لله يعني حبينا نكون معهم. والله أول مرة أحج، يعني إن شاء الله والله يسر لنا بإذن الله تعالى ويتقبل منه. وبالنسبة حق الاختيار مثل ما قالوا الشباب، يعني سمعة الحملة عند الأهل والهذي والشباب اللي راحوا وأصدقائنا كلهم يمدحون، وترتيباتهم تنسيقهم هناك الأمور كلها طيبة، وإن شاء الله الله يسر لنا. بالنسبة لي أنا مش أول مرة أروح الحج، رحت قبل كده كنت في المملكة العربية السعودية ودي تاني مرة حج الحمد لله، واخترت حملة التوحيد بناء على سمعتها، يعني سمعت من الأصدقاء والمعارف إن هي من أفضل الحملات الموجودة في البحرين. والله حملة التوحيد يعني تعرفت عليها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي زين، وشفت انها مناسبة واسعارها جيدة يعني بين الحملات، يعني اسعارها مناسبة وكحملة يعني، وشفت ناس يعني من الاصدقاء يعني راحوا يمدحون فيها. واول مرة تأدي مناسك الحج؟ اي اول مرة أؤدي مناسك الحج. اخترت حملة التوحيد؟ حملة التوحيد.